للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك أستاذ رائد. طبعا نتكلم عن حديث الأسواق اليوم اجتماع جاكسون هول وكلمة جيروم باول، ما الذي تترقبه الأسواق من ذلك؟ يعني بلا شك التركيز راح يكون على أنه لهجة جيروم باول هل ستكون دوفيش، هل ستكون تيسيرية تسهيلية، هل سوف يكون هناك اعتراف ضمني بأن بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت مؤخرا كانت سيئة بشكل كبير جدا وربما خفف من الأثر السلبي بعض البيانات المرتبطة بالتضخم والإنتاج الصناعي، ولكن لا تزال وقع هذه البيانات اللي هي كان عندنا ارتفاع واضح للبطالة بشكل كبير جدا يؤثر على قرار الفيدرال الأمريكي بأن يتجه إلى تيسير السياسة النقدية وتقليص أسعار الفائدة. بالتالي ما ننتظره هو هل سيكون هذا التقليص كبيرا، هل سوف يكون هناك توجه قوي من الفيدرال الأمريكي نحو تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، أم سوف يكون هناك تقليل من شأن هذه البيانات السلبية وربما انتظار مزيد من البيانات التأكيدية. نعم، طيب نحن بانتظار تخفيض الفدرالي للفائدة الشهر القادم، المستفيد الأكبر الذهب الذي وصل إلى مستويات قياسية. أولا، ما الأسباب برأيك أو العامل الرئيسي اللي دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية يوم أمس؟ وأيضا إذا في حال ما خفض الفدرالي الفائدة الشهر القادم، هل أنت مع التوقعات التي تشير أن أونصة الذهب ستصل إلى 2700 دولار؟ حقيقة هناك العديد من العوامل التي تدعم أسعار الذهب مؤخرا، على رأسها تراجع الدولار الأمريكي وضعف الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه وأمام السلع تحديدا. في عنا ريشافلينج عم بيصير بالأسواق، عنا مخاوف من أنك أنت تنغمس كثير بأسواق الأسهم، وفي نفس الوقت عم بيكون في عندي أكثر نحو ملاذات أمنة مثل الذهب. ننتظر أيضا انتخابات أمريكية، يوجد الكثير من المخاوف والقلق في الأسواق سبب هذا القوة في ارتفاعات الذهب، وفي نفس الوقت موجة الشراء لأنه ما عم بيكون في عندي تخارجات كبيرة. يعني لما يكون في عندنا profit taking أو عمليات جني أرباح عم بتكون على الذهب ما عم بتكون مستدامة وقوية وتهبط بالذهب بشكل كبير جدا. بالتالي المشتري هو قوي في أسعار الذهب، واستقراره فوق مستويات 2500 دولار للأونصة سيمهد الطريق ل 2700 ستكون هو الهدف القريب نسبيا بالنسبة لحركة الذهب، وبناء على الأنماط التي تحرك فيها خلال تعاملات العام هذا والعام الماضي. فمتوقع جدا أنه الذهب يواصل هذا الضغط بالاتجاه الصاعد نحو 2700 دولار للأونصة. نعم، طيب نتحدث عن أوروبا، هناك ارتفاع قوي لليورو وصل أيضا إلى مستوى الأعلى هذا في هذا العام، شو أسباب ارتفاع اليورو؟ وأيضا في ظل قوة اليورو ضعف الاقتصاد الألماني من جهة، برأيك كيف سيتحرك أيضا المركزي أو توجهات المركزي الأوروبي هنا؟ الوضع مختلف بعض الشيء بالنسبة للمركزي الأوروبي. نحن مبارح اليوم صدرت عنا بيانات التضخم في أوروبا 2.6%، يعني عمليا نحن عم نتحدث على أنه هذه البيانات نوعا ما تضع ضغط إضافي على المركزي الأوروبي. ارتفاع من 2.5% إلى 2.6% هذا بحد ذاته يعني أن المركز الأوروبي ليس سهل عليه أن يقوم بتقليصات أسعار الفائدة بشكل كبير جدا. سبب ذلك ارتفاع وقوة في أداء اليورو، وربما يضغط أكثر على يعني اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام. ولكن كما تفضلتي، ألمانيا واللي هي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تعاني من ضغط حاليا بما يتعلق بارتفاع أسعار التضخم، أو بالتالي يحتاجون أن يبقى أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا، وهذا ما سيضعف نوعا ما الأداء الاقتصادي في الفترة القادمة. بالتالي قوة اليورو أمام الدولار الأمريكي هي قوة من اليورو، ولكن ضعف من الدولار الأمريكي بشكل أكبر بسبب أفاق أسعار فائدة أقل. نعم، طيب نتحدث أيضا عن بنك اليابان، كيف سيتصرف بنك اليابان في ظل أيضا ترقب بيانات التضخم يوم الجمعة؟ صحيح، اليابان اللي فاجأ الأسواق برفع بأسعار الفائدة مؤخرا وسبب توقف لعمليات الكاري تريد اللي كانت يعني ضجت فيها الأسواق وسحبت السيولة من أسواق الأسهم. من المتوقع أنه يعني لا نستبعد إمكانية تدخله مرة أخرى برفع إضافي لأسعار الفائدة في بمحاولة لكبح التضخم ووضعه في منطقة مستقرة وعند 2%، وفي نفس الوقت أن لا يكون هناك تقلب كبير بأسعار الصرف الين الياباني حتى لا يكون هناك أدفانتج أو يكون أفضلية لعملات أخرى على حساب الين الياباني. فبالتالي تدخلات الين الياباني أو المركز الياباني جدا واردة، وإذا جاءت بيانات التضخم تؤكد ضرورة أن يكون أسعار الفائدة أعلى من
0.25% التي هي عليه الآن ربما يتجه إلى التوجه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.